من المسلم به بأن الحب هو شيء خارج عن إرادة الإنسان وليس بيده، فهل يأثم الشخص إذا كان يحب أحد الوالدين دون الآخر؟ وإذا كان أحدهما متوفى، فهل هذا يوجب أنه يستحق الدعاء أكثر؟ فوالدي رحمه الله وأسكنه الجنة كان له الفضل بعد الله في نجاحي في حياتي، وهو الذي منحني الثقة التي كنت أفتقدها، وما هي أعمال الخير التي يجب أن أعملها تجاهه؟ مأجورين. الأمر كما قالت السائلة أن الإنسان دائم الحب أو البغض، فهو أمر يضع الله تعالى في القلب، لكن الإنسان يجب عليه أن لا يتأثر بهذا الحب إلا بمقدار الأمر أو الحكم الشرعي. فمثلا إذا كان الرجل يحب أحد أبنائه أكثر من الآخر، وهذا أمر وارد، فإنه لا يجوز أن يفضل هذا المحبوب على إخوانه بما لا يلزمه القيام به. فمثلا لا يعطيه سيارة، لا يمنحه أرضا، لا يعطيه مالا دون إخوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منح بشير بن سعد ابنه النعمان عطية فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على هذا، قال له ألك بنون؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل نحلتهم مثل هذا؟ يعني أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ما قال أيهما أحب إليك ومن أحببت فانحله دون الآخرين. فالمهم أن الحب بيد الله كما قال السائلة، ولا يمكن إنسان دفعه ولا زيادته ولا نقصه، لكن لا يجوز أن يكون لهذا الحب أثر في مخالفة أمر الله ورسوله. أما ثناؤها على أبيها فأبوها غفر الله له وجزاه خيرا على ما صنع إليها من معروف، وأحسن شيء تهدي إليه أن تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلتكفي من الاستغفار له والدعاء، ولتكفي صديقه إذا كان له صديق، ولتصل الرحم التي هو الصلة بينها وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. هل مناداة الوالدة باسمها يعد عقوقا لها؟ وإذا كنت متعود على ندائها باسمها وهي ترضى بذلك، هل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ نعم، يجوز الإنسان أن ينادي أبويه أو أحدهما باسمه، لكنه ليس من الأدب أن يفعل ذلك، بل يقول يا أمي، يا والدي، يا والدي، يا أبي. وإذا أضاف الاسم إلى هذا فلا بأس، يعني مثل أن يقول يا والدي فلان، يا والدتي فلانة. أما أن يذكر الوالدين باسمهما بدون أن يذكر وصف الأبوة أو الأمومة فإن هذا يعتبر خلاف الأدب. طيب إذا قال يا أم فلان أو كذا معروف بس. إذا قال يا أم فلان بالكنية فإن الناس لا يعدون هذا مخالف للأدب. طيب بارك الله فيكم. في ملاحظة على ما سبق. طيب. وهذا الذي قلته في النداء. أما فيما لو أخبر عن أبيه وعمه فلا حرج أن يقول قال فلان، كما وقع ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم، كمثل إذا كان أبوه اسمه عبد الله قال عبد الله بن فلان كذا وكذا، قالت فلانة كذا وكذا، لكن النداء شيء والخبر شيء آخر. طيب. فالنداء يعد الناس هذا من سوء الأدب أن يناديه باسمه العلم دون أن يخليه بوصف الأبوة أو الأمومة، وأما الخبر فلا يعدون ذلك سوء أدب ولا بأس به. بارك الله فيكم. هل الشخص الذي يرفع صوته على والدي في وقت الغضب الشديد ثم بعد الهدوء من ذلك الغضب يندم على ذلك الفعل شد الندم، هل يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ إذا كان الإنسان لا يملك نفسه حال الغضب حتى رفع صوته على أبيه أو أمه فإنه لا يؤاخذ بهذا، لكن عليه إذا زال الغضب أن يتحلل من والديه، وعلى والديه أن يقدر هذه الحال وأن يحللها، لا سيما إذا جاء معتذرا. ولكني أنصح هذا وغيره من أولئك القوم العصبي أن يتداووا بما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله، وهو أولا أن لا يغضبوا، أن يحاولوا منع غضب، فيبرد على أنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رجل يا رسول الله أوس، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لك، لعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل كان غضوبا، وإلا لا أوصاه بتقوى الله عز وجل التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. هذا واحد. فأولا يمنع الغضب أصلا، تحاول أن لا يغضب وأن يكون بارد الطبع. ثانيا وإذا غضب فليستعذ بالله من شيطان الرجيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا غاضبا فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان،
فتنتفخ أوداده وتحمر عيناه ويفور، هذه تستعيذ بالله من الشيطان. ثالثا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، لأنه بتغيير حاله يبرد الغضب عنه. رابعا أن يتوضأ، يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعتاد يغسل وجهه ويستنشق يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه إلى المرفقين وما أشبه ذلك، وبهذا يسلم الغضب. نعم. يقول والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة والحمد لله، ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه، فإذا طلبت منه مالا لأشتري به ما يلزمني يرفض إعطائي، فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه، فهل تعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقتيره وبخله لما نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال تضمن شقين: منع الوالد لما يجب عليه من نفقة عليك، وهذا محرم عليه، وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات، رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاء الولد، لأن ذلك من الإنفاق عليه. وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل، وأن يقوم بشكره على نعمته بما أعطاه من المال، ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات، ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة. الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل، فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف. لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهكذا نقول في كل شخص يجب له، تجب له النفقة على شخص ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلا لا يعطي ما يجب، فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله، ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يزيد عما يجب لمثله.